خويا كنا مريحين كيف يوميا كي كنريحوا هنايا واحد الشويه تا كنسمعوا داك الانفجار شويه ماشي شي انفجار واحد لقيتك نديروا لك بلي الدخان خارج من الشراجم وانا نقول للدراري كانوا معايا شي ثلاثه الدراري قلت الدراري نطلعوا قال لنا ما نطلعوا قلت لهم نطلعوا شويه زعمنا وحنا نطلعوا طلعنا من ان فرقعنا الباب خرجنا واحد هو الاول كيجري كله محروق من يديه وهذاك السيد هو اللي كان كيجيب واحد جولف 5 هنا كنت تساعدت مع واحد النهار مش هذاك الشيء المفجرات داك الشيء ما فهمتش انا ما فهمت والو انا خرجت بعد السيد دار مع الدوره كنقول لها اجي نديك جي نديك غير السبيطار يعني اجي غير نوصلك مع ديك الخلعه هرب فهمتي الهربه اللي غيهرب ما غنتبعوش انايا رجعت كنشوف شنو كاين حتى كيقول لي الدراري راه شي هرب من السطح شي خرج من هنا هما ثلاثه ولكن من طلينا على داك الشيء كنلقاو شي مواد قابله للتفجر يعني شي غبره شي مواد خنا شي عامرين دير فيها غير قابل للشيعان يعني ما تقربش لها العافيه لا في المقاطع ولا انكور وداك التخربيق تما داك الشيء اللي ما عمرك كنتوقعوه على البال وقع اخويا هذا